يسعد لي مساء كل من يتابعنا على شاشة الاي تي في في برنامج عسيف، وحلقة جديدة بناخذكم فيها عبر هذه الساعة ونصف الساعة عن أحداث كورونا، هذا الفيروس اللعين اللي إن شاء الله نقدر نتغلب عليه. مساء الخير ماسرو. مساء الخير. مساء الخير دكتور، مسيكم بالخير. فعلا في حلقة جديدة من برنامج عسيف، وهذا الفيروس اللي اجتاح العالم صحيح. بأكمل، لكن قاعد نشوف يمكن المؤشرات قد تكون فيها بشارة خير صحيح. وأمل من تراجع لأعداد المصابين يوم عن يوم، قاعد نشوف لي تراجع، وإن شاء الله نشوفها يا رب صفر في يوم من الأيام. صحيح، دائما يقولون كلمة شكرا في بعض الأحيان تساوي جبلا من الذهب. اليوم احنا نقول شكرا لكل من يعمل و يقف في الصفوف الأمامية لتصدي هذا الوباء وهذا الفيروس، بكل الوزارات، بكل المؤسسات، فرق التطوعية، أي شخص، حتى لو في ترج أشخاص ما هو فريق تطوعي لكن يطلع يسوي له شغلة مفيدة لهذا الموضوع، حتى لو ينزل بأكاونته بوست يعبر فيه بإيجابية عن كيفية مثلا خلينا نقول الوقاية أو شيء، ترى هذا يعتبر ايضا من المشارك في الموضوع. دكتور مو بس كذي، يمكن اي شخص هم يعني متواجد وملتزم في بيته صحيح. هذا شخص عنصر نحتاج ان احنا نشكره لانه التزم في هذه القوانين وساعد ايضا في انه هو يحد من انتشار هذا الفيروس. ونشوف ما شاء الله الناس اساسا في هذه الفتره قاعده تحاول كثر ما تقدر في يومها تقضي بطريقه مرتبه، في عندها انشطه مختلفه لعيالهم وغيره يقضون في وقتهم. فخلونا الحين مع بعض نشوف أهم أحداث اليوم مع هذا الفيروس ونرجع معكم. ملخص أهم الأحداث التي شهدتها دولة الكويت في الساعات الماضية فيما يتعلق بالحملة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا COVID-19. تسجيل 50 إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 1405 إصابة. وزارة الصحة تعلن عن شفاء 30 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 206 حالات. وزير الداخلية أنس الصالح يؤكد بأن مكافحة الإتجار بالبشر ومخالفي قانون الإقامة أمن وطني. وزارة الداخلية تعلن عن البدء في استقبال مخالفي قانون الإقامة من الجنسية الهندية يوم غد الخميس. منتسبي فرع الطوارئ بالحرس الوطني قاموا بتشغيل خطوط الإنتاج في شركة مطاحن الدقيق والمخازن الكويتية لمساندة أجهزة الدولة بحالة الطوارئ. إدارة الطيران المدني تعلن عن تسيير رحلتين إلى ألمانيا وقطر ضمن خطة تسهيل مغادرة المقيمين. الهلال الأحمر توزع 1500 سلة غذائية على العمالة في جنوب الشيوخ. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 45 سنتا ليبلغ 18.24 دولار وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. كان أمور كثيرة أسرار في هذا التقرير، لكن أنا يمكن شدني موضوع ودي أتكلم فيه، وإحنا هذا مو غريب علينا، موضوع اللي 1500 سلة غذائية صحيح. ترى لو تشوفين أسرار أن إحنا محنا يعني ملزومين في أن نوكل عمال، هو العامل أكيد عنده يقدر يروح يشتري يقدر يعين نفسه، لكن شوف الإنسانية الموجودة في، خلنا نتكلم عن دولة الكويت صحيح. يعني أتوقع هذه النوع وهذه اللفتة الإنسانية تدل على فعلا الشخص كثر هو يحس في حاجات الأشخاص صحيح. الآخرين، البعض منهم قد يكون فعلا في أماكنهم ما عندهم رواتب، ما عندهم قوت يومهم حتى، فمثل هذه النوع من المساعدات ممكن أكيد تفيدهم بشكل جدا كبير صحيح. اللفتة اللي جميلة بصراحة في ظل هذه الظروف وهذه الأوضاع، يمكن وزارة الداخلية عليها عبء جدا كبير، يعني التصدي لتجار الإقامات خصوصا في هذه الفترة وتسهيل حتى المخالفين عملية مغادرتهم للبلاد، يعني أمور كثيرة ممكن فعلا أن هي تسهل علينا، ويعطيهم العافية بصراحة وزارة الداخلية على مثل هذه الأمور. يمكن موضوع المخالفين أيضا ترى موضوع شائك وكبير، هو نتكلم عن الآن الجنسية الهندية استدعوهم صحيح. لكل من مخالف يجهزون أموره ويلغون عنه مخالفاته ويسافر، هذا بعد شيء صراحة أول مرة نشوفه. معنا اتصال هاتفي مع السيد دكتور سامر حدادين
رئيس مكتب المفوضيات السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. دكتور سامي يعطيك العافية، جواك الله. دكتور سامر، دكتور سامر، يمكن كانت هناك أحداث أمس أتوقع صارت في مجموعة من الأشخاص اللي قد يكونون مخالفين وبانتظار إجلائهم إلى بلدهم، حصلت هناك مشكلة وأنت كنت موجود اليوم معاهم، حدثنا عن تفاصيل الأمر. لا أنا ما بعرف من المشكلة هاي. أنا ما بعرف، أنا اليوم كنا في زيارة لمركز تجميع ومساعدة الأشخاص اللي بدهم يستفيدوا من العفو. المشكلة كان حضرتك، أنا ما بعرف عن هذا. وين أي مكان كنت دكتور اليوم متواجد؟ مدرسة فاتني اسمها الآن في ذهني بس موجودة في الأخبار، خبرونا عنها. أيوة. شنو سبب وجودك دكتور اليوم في هذا المكان؟ لا احنا يعني هذا برنامج تقوم فيه وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية. فنوع من أنواع يعني الاطلاع على هذه الإجراءات، طلبنا زيارة هذا يعني هذا البرنامج منظمة الهجرة الدولية، وأنا حبيت نروح نتفرج ونتعلم من التجربة هاي، تابع معهم. جميل. دكتور نبي رأيك على إجراءات وزارة الداخلية في موضوع المخالفين. الآن في هناك عدد من المخالفين يمكن قد وضعوا في أماكن، مثلا نتكلم عن العبدلي، نتكلم عن شبد، هل تشوفون في طريقة أنسب من هذه الطريقة لإجلائهم إلى بلدانهم؟ هذا الموضوع أنا المعد البرنامج تكلم معي، قلت لهم يفضل تحكوا فيه مع منظمة الهجرة الدولية، هذا برنامجها. نعم. فهو قال لي بديك تحكي إنه عن زيارتك اليوم. زيارتي اليوم كانت لإحدى هذه المراكز، زرنا واطلعنا على جهود وزارة الداخلية وجهود زملائنا في الـ IOM، هي جهود وإجراءات يعني تستحق التقدير والاحترام، والله يوفقهم ويشد على إيديهم يعملوا في هذه الإجراءات بالتنسيق حسب القوانين الكويتية والاتفاقيات والمعايير الدولية. يعني دكتور أنتوا دوركم فقط كمشاهدة وكتابة تقرير، ما عندكم توصيات معينة أو إجراءات؟ ما في شيء كتابة، ما في لا مشاهدة وزيارة، لا في تقرير ولا ما، إحنا نكتب تقارير عن شغلنا، هذا مو شغلنا، هذا مو شغل منظمة الهجرة الدولية. شكرا لك دكتور على هذه المداخلة، يعطيك العافية وقواكم الله. صراحة الكل يمكن يسعى إلى تنظيم أو إيجاد إجراءات مناسبة، وزارة الداخلية مو مقصرة، أيضا هناك من يساندها في هذه العملية. طبعا أكيد يمكن الكل قاعد يحاول أنه هو يقدم له شيء بسيط. صحيح. لأي شخص فعلا عنده الحاجة أنه يرجع لديرته في ظل هذه الظروف وهذه الأوضاع الراهنة، نتمنى من الجميع بصراحة الأمن والسلامة وأنهم يرجعون لديرهم بسلامة. يمكن شفنا من أول المحاجر اللي تمت في الكويت كان محجر الخيران، بعدها كل الموجودين في المحجر الحمد لله طلعوا في السلامة، البعض منهم في المستشفى للحين، عسى الله يقومهم إن شاء الله بالسلامة. لكن الحين قاعد نشوفنا ما قاعد يتم تجهيزه وتحضيره مرة أخرى لاستقبال أشخاص أخر. صحيح. في هذا المحجر، خلونا نشوف مع بعض عملية تجهيز الخيران ونرجع نكمل معكم. أحب أشرح الفرق اللي تدير محجر الخيران، هي فرق تتبع وزارة الصحة والقوات الخاصة اللي هي ممثلة بوزارة الداخلية، وأيضا الجمعية التطوعية اللي هي جمعية الهلال الأحمر. هناك بعض المشاكل اللي صارت، خلينا نقول بعض الأخطاء، شد الأعصاب، الناس ما كانت فاهمة بالضبط والوضع والصورة اللي تكون في المحجر. طبعا يعني واجهتنا مشاكل بالبداية، واجهتنا صعوبات، أمور طلعت على الميديا، ناس كثيرة يمكن تكلمت أو في مجموعة تكلمت عن الوضع داخل المنتزه وغيره، عن توفر الخدمات، نوع الوجبات، السيرفس اللي كان يقدم. لكن الله الحمد من داخل المحجر، من الناس اللي كانوا موجودين، هم اللي قاموا يدافعون عنه، هم اللي قاموا يتشكرون، هم اللي قاموا يردون على أي
خلينا نقول اي اشاعه ممكن تطلع هم من داخل المنتزه هم قاعد يردون. احنا كنا هني بدايه الامر من اول الناس اللي وصلنا هني بتاريخ 26/2 لغايه اليوم، يعني تقدر تحسبها 50 يوم بالضبط او 51 يوم. احنا كان مهمتنا هني تجهيز المكان واستقبال الحالات اللي جو بالبدايه من ايران ومن العراق. يعني يمكن بدايه الامر الناس الاولى ما كانوا متاقلمين عدل، البدايه الثانيه الناس الدفعه الثانيه اللي جت من اسبانيا ومن لندن ومن امريكا كان يعني عندهم الموضوع خلاص بدوا، يمكن اهلهم قالوا لهم شلون طريقه وشلون كذي، فما كان عندهم صعوبات. بالنسبه حق الاكل، الاكل يعني كان من اكثر من شركه، بدايه الامر يمكن كانت 5 أو 6 شركات. الوجبات يعني الوجبات كانت متنوعه، يعني من الطلبات يعني مو الغريبه، يمكن هذا اختيار الناس، بس كان يعني واحد طاق من بيته مثلا من الجهره عشان باكيت سجاير، ولا كان يطق طريق من اخذين عشان مقراضه، يعني هذا بعد ما تقدر تقول له لا، وكنا نوصلها يعني بس حسافه البنزين فيه يعني. لا بالعكس يستاهلون هم اهلنا وربعنا، وبالعكس لو يطلبون يطلبون عيوننا لهم يعني. دورنا هني في المحجر ان احنا نقدم خدمات لوجستيه، نوزع وجبات احتياجاتهم، ساعات مثلا هل هم يجيبوا لهم اغراض. والله انا عن نفسي لا، بالعكس يعني النزلاء كانوا مرتاحين الحمد لله. اوكي نقدر ان ساعات بعضهم نفسيتهم تعبانه والهانين على اهلهم، رادين من برا يبون يشوفون اهلهم، غير كذي ما واجهنا مشاكل مع النزلاء. طبعا تطوعت مع جمعيه الهلال الاحمر لان عندنا طبعا لازم كل واحد يكون عنده حس مسؤوليه تجاه المجتمع تجاه ديرته. الحين ديرتنا محتاجتنا، فاحنا لازم نكون بالصف الامامي، لازم نحاول نقدم كل اللي نقدر عليه. نشكر زميلنا أحمد رافت على هذا التقرير. يمكن خلاص بدأوا يجهزون الخيران للقادمين. رسالة ودنا نقدمها للعوائل اللي يمكن راح يستقبلون عيالهم داخل البيت الحجر المنزلي. صحيح. الحجر المنزلي يا جماعة ترى فيه له معايير وفيه له أسس واشتراطات لازم تتبعونها بحذافيرها. الغرفة اللي تحتوي على دورة مياه مفصولة عن البيت. صحيح. اللي محجور عليه لا يطلع أكله وشربه داخل، بتشوفونه بس بطلوا الباب من بعيد نسلموا على من بعيد. صحيح. يمكن هذه فعلا هذه الأمور مفترض أنهم يأخذونها بعين الاعتبار لسلامتهم، لسلامة حتى عيالهم. كلها بس كم يوم، أسبوعين تقريبا، ويكون إن شاء الله بصحة وسلامة ما بينهم. شفنا من خلال السوشيال ميديا فيديوهات خاصة للهوشة صايرة مع مخالفين الإقامة في المهجع مالهم أو المحجر مالهم. تفاصيل عن هذا الموضوع راح نأخذ أكيد مع صاحب المبادرة الشيخ دعي الخليفة. نمسيك بالخير. الله بالخير، يعطيكم العافية أبو خليفة. مسي عليك بالخير. أنا دكتور، يعطيك العافية دكتور طالب. طال عمرك. أسرار قواكم الله وبيض الله وجهكم على كل ما قاعد تقدمونه في هاي الظروف الاستثنائية، وإن شاء الله كلها في ميزان حسناتكم بإذن الله. إن شاء الله أجمعين يا رب. أبو خليفة، اليوم في عندنا مجموعة مخالفين سيرحلون إلى بلدانهم، وأنت الآن تقدمت ببادرة أهديتهم مثل ما احنا سمعنا ان هناك ملابس نسائيه كهديه، ملابس عائليه تشمل اللي احنا سمعنا. احنا نبي منك التفاصيل، ليش اهديتهم؟ هم اساسا مخالفين وراح يتسفرون الى بلدانهم. امرك هنا الكويت معروفين كبلد العمل الانساني. نعم. واميرنا الله يحفظه قائد العمل الانساني. صحيح. فكلنا بكفه واحده، فالكويت دائما ولاده في تقديم الأشياء الإيجابية. وأكبر دليل رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن السميط. صحيح. ما قدمه في جميع دول العالم من المشرق للمغرب، فإحنا قاعدين نمشي على نفس المنوال. فحب نثبت أن الكويت بلد الأمن الإنساني ليس بالكلام بس لكن بالفعل. فلن هناك جاليات عديدة سوف ترحل لمخالفتها الإقامة، ومس جالية معينة، هناك جاليات أسيوية، جاليات عربية. فأمس قمنا صلينا 5 أيام كل يوم نقوم بحملة مع فرق تطوعية كويتية، ولنا الشرف أن آخر إحصائية أن الكويت فيها أكثر من 250 فريق تطوعي مرخص، وهذا شيء يعني يدعو إلى التفاؤل ويدعو إلى
البهجة ويدعو إلى الفرحة الصراحة. صحيح أبو خليفة، بس يعني تعقيب على هذا الموضوع، ناس الحين قاعد ينتظرون ديارهم تستقبلهم، إجراءات حاليا موجودين في أماكن يعني ما تدري شنو هم محتاجين بالضبط، ليش المبادرة كانت عن طريق هدايا عائلية أو ملابس عائلية؟ هل تتوقع هم محتاجينها في هذه الظروف؟ طال عمرك احنا كل طبعا انا احنا خلال 5 أيام اللي طافوا اسبوع من يوم الاحد بلشنا مع الجاليه البنغاليه ثم الجاليه الاندونيسيه البنغاليه والجاليه الاندونيسيه الاندونيسيه والجاليه السيلانيه، وامس كانت الجاليه المصريه، واليوم كانت زياره لنا الى مختبر اخوي وعزيزي بندر سليمان الجار الله، كانت مبادرة جيدة كدعم للمنتج الوطني. وباكر إن شاء الله عندنا دعوة كريمة من الأخ العزيز فؤاد العون لزيارة جمعية السلام الخيرية. بخليفة أنت ذكرت بخليفة بس في نقطة معينة نركز عليها، أنت ذكرت أن الهدايا كانت هدايا عائلية أو ملابس عائلية، لكن الفيديوهات اللي انتشرت كان كنا نسمع أصوات يقولون ملابس نسائية ملابس نسائية وامتعاض شديد، شنو كان السبب إذا كانت هي ملابس عائلية يمكن لأطفال لكذا؟ أي طامرك، أنا هذه الحملة الأولى اللي أنا كنت موجود فيها، أما الحملة الثانية هي متابعنا، هي كانت حملتين، حملتي كانت تبدي من 11 ل12 لأن كانت الساعة واحدة عندي حملة مع أحد الفرق التطوعية في منطقة المهبولة، الحكي هذا أمس. الحمد لله قمنا في توزيع 300 وجبة للأسر المتعففة في منطقة المهبولة اللي تعاني من قد تكون حظر كلي عليها. صحيح. فأنا الحملة الأولى هي اللي كانت تحمل اسمي، اللي تحمل عبارة عن كراتين عائلية تحمل ملابس للرجال وللنساء وللأطفال، وتكرمون كل ما يلزمه من جواسي أكرمكم الله، ودلاقات وغيرها وملابس وأشياء، لأن ما حبينا أن الشخص يروح إلى بلده وإيده فاضية، يعني إيد قدام وإيد وراء، فحبينا يكون يروح ومعاه صوغة أو معاه هدية حتى لو تكون بسيطة، لكن تعبر أن رايح حق بلده بيده شيء. تبقى يمكن بادرتك بنيه صادقه وقد فهمت بشكل لا او باخر، لا يمكن الاشياء الثانيه هاي فهمت بشيء ثاني، انه في لما اثناء توزيع الصناديق مرات يحطون الرجال فوق والنساء تحت، فصاحب المبادره او صاحب الفكره اخوي رجل الاعمال المصري ابو اياد اخوي كمال منصور، يمكن الاخوان الموزعين اللي سووا الصناديق في الصناديق لما نزلوها صاروا الرجال فوق النساء الملابس والنساء فوق الرجال، فاخر الحمله انا ما كنت موجود وياهم، كنت في منطقه المهبوله قاعد اوزع مع اخواني المتطوعين، في واحد ظهر فتح احد بطريقه خاطئه صارت السالفه، لقى النسائيه والثاني فتح لقى رجاليه، فصار خلاف مدته 5 دقائق وانتهى بنفس الوقت، والحمد لله وزعوا الحمله 2500 في منطقه شبد و2000 عساك على القوة ويعطيكم العافية شيخ دعيج الخليفة على هذه المبادرات الطيبة وما هي غريبة عليكم صراحة، كل الشكر لك على هذه المداخلة والتوضيح أيضا. صحيح، يمكن في ظل هذه الظروف حاليا قاعد نشوف بعض الأماكن يمكن بنسبة بسيطة ما زالوا يتلاعبون بأسعار الخضروات والفواكه وغيرها، وكاميرا الاي تي في كانت بتصدي ومواجهة لأي شخص يتلاعب بالأسعار بالمرصاد. بالضبط، إيدها بيد وزارة الداخلية، خلونا نشوف مع بعض. الشارع هذا يعتبر من أخطر الشوارع اللي موجودة في الكويت، اللي داش فيه مفقود واللي طالع منه مولود. خضرة بالأرض،
هذا داخل الحين يجي سيارة. لا مو الحين يجي، انا اشوف انا كل نفر واقف يبي يشتري. هذا شنو؟ هذا خضر. خضر خضر ليش على الارض؟ بيا على كيلو 750. في واحد نفر بصل بيا كيلو 750. كيلو 750 بصل. هذا نفر كل يقول واحد كيلو بصل 750، نص دينار يا ماما. شنو تبي الحين؟ تبي بصل؟ اخذ بصل، يلا شيل شيل. تفاح 450، تفاح أخضر نص دينار ماشي، كنار كويتي 350 تمام. طماطم كويتي، هذا بصل الأردني عندك ما شاء الله خير شوي أبيض مسرحين بيه، بس الأحمر لا، الزبون عاوز بصل أحمر. الاسعار غاليه والله، اقسم بالله غاليه. البيض بجيبه من هنا، الاربعه ماشي بربع، ده بيبيع الثلاثه بربع، ده غالي والله. من الاول السلام عليكم. شوي وخر شوي وخر. السلام عليكم. قوطي الفول كم؟ قوطي الفول بكم؟ قوطي الفول بكم؟ كم الدياية؟ هذه دينار 100 يمكن، هذا السعر مو غريب طبيعي. لا 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 ما ما لا لا عارف ما بغلب، بس البصل، بس مشكلة البصل. اليوم الوطن بحاجتنا كلنا، نكون إيد واحدة مع بعض وما نستغل الآخرين. أشكر زميلتنا منى على هذا التقرير. يعني صراحة الحساوي، هذا بالحساوي يقولون، صراحة فوضى. صحيح، هي منى يعني تغد بعد الأزمة، يعني ياها يا يبونها البلدية يا يبونها التجارة، لأن داشة بقوة في هذا الموضوع. يمكن شفنا بعد ما يبلش الحظر الجزئي فعلا شوارع خالية، لكن وين تشوف الزحمة صايرة؟ على المستشفيات. صحيح. وعلى الطوارئ، على العيادات الخارجية. ليش؟ هل في ناس ممكن هي تستغل الحظر وتستغل روحتها للمستشفى في غرض معين أو لا؟ خلونا نشوفها مع بعض. هنشوف. الكل متفق أن الروحة للمستشفى من الأمور المكروهة ومشوار ثقيل على الكل، بس في زمن كورونا صار في أشخاص يحبون هالمشوار لأنه أسهل، سبب لكسر حظر التجول.
كاميرا عسيف ارصدت عمل مستشفى الجهرة في فترة الحظر، وشفنا في اللي جاي للعلاج وفي اللي حاول يدش المستشفى علشان يكسر الحظر لأن حالته ما تستدعي وجوده في المكان. أغلب الناس اذكروا أن وجودهم للعلاج، بس أكدوا أن في أشخاص يجون للمستشفى علشان يكسر روتين حظر التجول في الليل. الإجراءات الوقائية كانت حاضرة وكان الفحص إجباري للكل وعند الباب. جاي من سفر، عندك جاي قاعد مع حد عنده حجر صحي، عندك كحة، عندك نشلة، حاس بحرارة، حاس بصعوبة في التنفس، عندك بتحكك. الحالات العادية هذه بعد الحظر تصير خفيفة شوية. في المستشفى الحين عندهم نظام ما يدش إلا حالة تستدعي دخلوه، ما تستدعي ما يدخلونه. داومت سبع تقريبا لغاية الحين تقريبا 30. أول فوق 100 وش. إيه العدد فرق. إيه فعلاً في أكثر الناس اللي يطلعون عادي، يعني يأخذ تصريح بس إنه يجي هني على أساس إنه يقول فيني نشلة ولا فيني قحة ويسوي نفسه قدام الدكتور نقح عادي وهو ما في أي شيء، بس عشان إنه عشان يكسب الساعتين اللي يطلع فيها بس. والله هذا أول شيء الضرر راح يجي على أهله بالبداية، بعدين راح يجي على المجتمع اللي حوله، فأعتقد إن هذا ما يسوي إلا شيء إلا شخص غير مهتم. طبعا كم بس لازم يبي مستشفى. حقيقة ما أقدر أعلق بعد هذا التقرير، يعني اللي يطلع من البيت بيكسر الروتين ويروح مستشفى هذا شيء جديد صراحة، ما بيعلق الموضوع أساس لحد يزعل مني، لكن إن شاء الله ما يتكرر، يعني خلاص الناس خلت توعى وتهيئ إن شاء الله في بيوتها وبلا هالسوالف أكسر روتين أروح مستشفى. لا هي يعني وزارة الداخلية لما تحط قرار إنه والله عندكم اللي يعني عنده حالة صحية أو ظروف معينة أو طوارئ فعلا يحتاج للمستشفى تقدر إن أنت تروح، بس مو معناته إن أي أحد ممكن هو يستغل هذه هذا الموضوع وهذه الفترة وهذا التصريح بهذه الطريقة. فيعني نتمنى إن فعلا كل واحد تكون عنده مسؤولية تجاه هذا الموضوع بشكل أكبر. جميل. وزارة الداخلية أيضا يمكن قراراتها مستحدثة دائما في هذا الموضوع، موضوع أزمة كورونا وتعطيل للمؤسسات الحكومية. القرار يقول أن منح المقيمين المخالفين إقامة مؤقتة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر. عندنا اتصال هاتفي مع العقيد ناصر بوصليب، نرحب فيك، مسي عليك بالخير عقيد ناصر. مسي عليكم بالخير ومسي على الأخوان وأخوات المشاهدين. طال عمرك، اليوم في قرار أن اللي تنتهي إقامته تمددوا له 3 شهور تلقائي. نعم. نوضح بس النقطة أساس الناس تستفيد من هذا القرار. نعم. اليوم طبعاً نفس ما تفضلت، اليوم أصدرت وزارة الداخلية قرار في منح المقيمين المخالفين اللي هو من تاريخ 1/3. طبعاً إقامة مؤقتة سارية المفعول لمدة 3 شهور، طبعاً تبدي من 1/3 إلى 31/5. طبعاً هي 3 شهور هذه مدتها. طبعاً في ناس كثير ما فهمت القرار، هو إنه مثلاً مو واضح كان له القرار، هو طبعاً يعني اللي طبعاً هم المقيمين المتواجدين داخل البلاد فقط من حاملي الإقامات بكافة أنواعها، يعني أي واحد عنده إقامة وقت من 1/3 طبعاً انتهت من 1/3، طبعاً اللي انتهت من قبل 1/3 هذه ما تدخل في هذه الإقامة المؤقتة. نعم. بس اللي من تاريخ 1/3 من 1/3 من وقت نعم. من وقت انتهاء إقامته تعطونا 3 شهور. من 1/3 يعني من 1/3. ايوه. إذا إذا, اذا اذا منتهي ب 1/4 فراح على شهر، بقاله شهرين. نعم. هذا المقصد. نعم. صحيح. جميل. نعم. اذا نتكلم عن المخالفين المتواجدين حاليا في الملاجئ الخاصه فيهم، شو راح تصير الترتيبات الخاصه فيهم؟ هم طبعا بالنسبه للمخالفين هذول قبل 1/3 منتهي اقاماتهم قبل 1/3 يعني جميل. شهر 10 شهر 5 مو 1/3، ال 1/3 ما سجلنا اي او دخلوا المخالفين في هذا التاريخ. اذا المخالفين الموجودين في المدارس عقيد ناصر هذيل اللي مخالفين سابقا طبعا، شنو الاجراءات الحين الحاليه اللي بتسوونها معهم؟ طبعا بالنسبه للمخالفين الان بالنسبه للجاليه الفلبينيه تم مغادرتهم بالكامل، انتهينا من الجاليه الفلبينيه. الان اللي عندنا كانت الجاليه البنغاليه اليوم انتهينا منهم، موجودين الان بس قاعد نجهز الان على عمليه مغادرتهم. الان غدا باكر ان شاء الله راح يكون الجاليه الهنديه.
راح يتم كل التنسيق الان مع دولهم بالنسبه لمغادرتهم. بالنسبه لجميع الجاليات والقرار طبعا راح ينتهي في تاريخ 1/4. والجاليه اللي يمكن بلدهم للحين ممانعين لاستقبالهم راح يتمون معلقين في المدارس؟ طبعا الان احنا الان كل جاري التنسيق طبعا اخواننا وزاره الخارجيه والقطاعات الاخرى قاعد الان تشتغل على الموضوع هذا بالنسبه لمغادره رعاياها اللي موجودين. بس هم الان موجودين عندنا معززين مكرمين في الملاجئ اللي تم انشاءها اماكن الاجلاء والايواء الموجوده موجودين الان وتجهيزات يعني ان شاء الله تجهيزات شغاله بالنسبه من وزاره الخارجيه وبين وزاره الداخليه في عمليه تنسيق مغادره اللي مخالفين قانون الاقامه. نعم قواكم الله ويعطيكم العافية بصراحة على جهودكم في ظل هذه الظروف. الضغط ندري أنه هو وايد كبير على وزارة الداخلية وكثر ما تقدرون بين أنتوا قادرين أن أنتوا تديرون أي مشكلة قاعدة تصير في الوقت الحالي. وبصراحة الشكر نخص لإدارة الإعلام الأمني لأي موضوع جديد لأي قرار جديد دائما قاعد تبادرون في أن أنتوا تنشرونه للناس صحيح. علشان يكون عندهم وعي زيادة صراحة قامين بواجبهم وأكثر على دعمنا في هذه القرارات دائما صراحة. والله قايمين بواجبكم واكثر صراحه وتستحقون الاشاده والشكر والتوفيق ان شاء الله خلال الفتره القادمه لكم من الشكر والتقدير. شكرا لك. اليوم صراحه الواحد يبتهج لما يشوف مؤسسات الدوله تقوم بواجبها وزود عن واجبها بهذا التنظيم فعلا اكثر من رائع صراحه. صحيح. يمكن اليوم راح يكون عندنا ضيوف كثر راح نتكلم في مواضيع كثيره اكيد تهمكم. خلونا نشوف مع بعض استعراض لفقراتنا اليوم ومن ضيوف حلقتنا بعدها نستقبل معاكم اول ضيف لحلقتنا اليوم نطرونا باذن الله. في حلقه الليله من برنامج السيف بتشوفون الاستاذ عبد الله وليد جعفر مدير اداره العقار والدراسات في شركه المرافق العموميه وحوار حول دور الشركه في مواجهه فيروس كورونا. الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات في وزارة الكهرباء والماي الأستاذ أحمد زبيان للرشيدي وحوار حول دور الوزارة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.